نتحول إلى رامي محمد من محافظة الشرقية. رامي، حدثني عن سير العملية الانتخابية لديك، وخاصة في اللجنة التي تتحدث منها، نسبة الإقبال، الفئات العمرية التي تشارك، وكيف رصدتها؟ تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة للمشهد الانتخابي بمحافظة الشرقية. وإذا تحدثنا عن هذا المشهد به عدد من الزوايا والأركان، الزاوية الأولى هي استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في المشاركة الفعالة داخل هذه الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، وعند أيضا ساعة الراحة الخاصة بالقضاء والقائمين على هذه العملية الانتخابية كان هناك اصطفاف في خارج اللجان بانتظار انقضاء هذه الساعة والاستمرار في عملية الإدلاء بأصواتهم وكما يحدث داخل اللجنة التي يتواجد بها. أما إذا تحدثنا عن الزاوية الأخرى وهي حضور الأسرة الشرقوية بأكملها وفي مقدمتها المرأة الشرقوية في صدارة المشهد، والحضور يليها الشباب، ثم مستوى والفئات المختلفة والأعمار المختلفة التي تشكل الأسرة الشرقوية بمعنى الكلمة، ورصدت ذلك داخل اللجنة الفرعية التي أتواجد بها وهي اللجنة 22، والكتلة التصويتية بها تقدر بأكثر من 9000 ناخب وناخبة من مواطني هذه المحافظة. وهذه اللجنة الفرعية التابعة للمركز الانتخابي التابع أيضا لمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات. أما إذا تحدثنا عن الزاوية الأخرى من هذا المشهد والكلمة القوية في المشاركة والحضور أيضا هو للوافدين والمغتربين داخل هذه المحافظة. هناك 10 لجان مخصصة للوافدين بعدد من الأماكن والمدن والمراكز، منها تحديدا المناطق الصناعية والتي بها عمالة كالعاشر من رمضان وغيرها. وأتواجد أيضا في اللجنة الأخرى داخل هذا المركز الذي أتواجد به الآن، هذه هي اللجنة 23، مقيد بها ما يقرب من 20,000 من الوافدين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية، وهناك حضور مستمر على مدار اليوم. لكن يبقى أن مفتاح السر في هذه العملية الانتخابية وهذه المشاركة الفعالة للمواطن الشرقاوي وأيضا للمغتربين وللمرأة الشرقوية والأسرة بأكملها هي ساعات الصباح الأولى التي يكثر فيها الحضور والتوافد على لجان الانتخاب للإدلاء بأصواتهم. المشهد أيضا يكتمل بوجود الاستعدادات وأيضا الارتكازات الأمنية في الخارج، وهناك الأكوال الأمنية التي تجوب شوارع محافظة الشرقية لتأمين العملية الانتخابية، وأيضا في الداخل المظلات طوال نهار اليوم لكبار السن، ولوحات الإرشادية أيضا للتيسير على ذوي الهمم والسم والبكم بلغة الإشارة أيضا الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. المشهد برمته به عدد من الزوايا، لكن العنوان الكبير من مفتاح ومفتاح السر اليوم هي المرأة الشرقوية وأيضا الحضور في ساعات الصباح الأولى بشكل كبير. نعم محمد. ونحن على بعد ساعات قليلة من إسدال الستار على اليوم الختامي لهذه الانتخابات وهو الثالث، لكن التوافد مازال مستمر ومازال الشرقويون يسطرون هذه الملحمة وأيضا هذه المشاركة، لأنهم يدركون جيدا من خلال عدد من اللقاءات والحديث مع بعض الأهالي هنا في محافظة الشرقية أنهم يدركون قيمة الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة الوطنية والقومية. نعم هذا هو المشهد برمته والعنوان الكبير. تتحدث إلينا من الشرقية، ابقى معنا.